كالعادة الجزء الأخير من سارية حيكون رياضي، ومعنا زميلي إسماعيل اليوم. إسماعيل شفتك مبسوط مع صلاح غالي وتغني وعايش الدنيا. اليوم غيرنا شوية مهند، ما فيش لا بلاي ستيشن لا حاجة، لكن صلاح غالي أكيد ضيف مميز كان طيلة يومين في 218، وأكيد مشاهدينا الكرام دائما حنكون معاكم في سهرية سبورت طيلة شهر رمضان المبارك. اليوم حيكونوا فقرات كما عودناكم بدوريات رمضان وأكيد الرياضة المحلية والعالمية. أكيد نبدأ مع سؤال الحلقة اليوم إسماعيل، وسؤالنا برأيك أفضل دوري عربي في السنوات الأخيرة تتابع فيه وتشوف فيه أنه هو أقوى دوري من بين الدوريات العربية إجمالاً؟ في الدوري التونسي، الدوري السعودي، لكن الجميع يجمع خاصة السنة دي إسماعيل أن الدوري السعودي هو اللي طغى على الساحة. نقدر نقول مهند أن الدوري السعودي في السنوات مش هي ممكن العشرة ولا العشرين الأخيرة دوري من الدوريات المميزة جدا، والسنوات الثلاثة الأخيرة كان من الدوريات اللي فيها سبونسر كبير جدا، كان فيها دعم مالي لدرجة أن في لاعبين محترفين زي جوفينكو ياخد 10 مليون يورو اللي كان يلعب في الدوري الأمريكي، ولاعبين مميزين جدا في الدوريات العالمية. الدوري السعودي عنده حاليا ركيزة مميزة آسيويا وأيضا عربيا. أكيد احنا توا بنشوفه دوري تونسي واحد من الدوريات المميزة جدا أفريقيا، نعرفه أن ترجي بطل دوري أبطال أفريقيا في السنة الماضية بالاحتكار. وأكيد السنة هذه واصل لنهائي أبطال أفريقيا، والنجم الساحلي هو بطل دوري أبطال العرب اللي هو كأس زايد الأخير في نسخة الأخيرة اللي كان في الإمارات نهاية أمام الهلال السعودي اللي تكلمنا عليه، لكن في نفس الوقت دوريات هلبة منكم منهم حتى المصري والإماراتي. حنحكوا بشكل موسع وحنخلوا الناس تجاوبنا على آرائها بخصوص أفضل دوري عربي برأيك في السنوات الأخيرة، لكن خلونا في البداية نبدأ مع دوريات رمضان ودوري نادي الوحدة العربية في بنغازي. هذا الدوري له ما يقارب عن 5 سنوات كل رمضان نديره في الدوري، هو وكل ما كل كل وكل سنه يكون احسن من السنه، وكل سنه يجن وجوه جديده ونرفعه في المواليد. نحن دارين عند مواليد 79 وشارك في الدوري نجوم من قدامى كره القدم من اعضاء الانديه ومن جميع الفرق، والدوري مهيئ من بدا طبعا يوم 3 رمضان ويكمل يوم 21 رمضان، بعدها يبدا الرباعي والنهائي. الأجواء كويسة، وبحكم أن دوري رمضان التقينا مع الرياضيين القدامى ولنا فترة فيه اللي زمان ما حقيناه، والأمور كويسة والأجواء كويسة والتنظيم أكثر من رائع، وإن شاء الله موفقين جميع الفرق. وبالنسبة للفريق هنا واحد من الرياضيين ومثل النادي المختار. زي ما شفتوا دوري نادي الوحدة العربية اللي انطلق من 7 سنوات ويعيد إحياء شباب نادي الوحدة للسنة الثامنة على التوالي، 10 أندية تشارك في هذا الدوري في مجموعة من اللاعبين القدامى في دوري نادي الوحدة العربية، وهو دوري معروف في بنغازي تحديدا ما بين منطقة شبنة والسرتين. نمشوا الآن إلى دوري آخر وهو دوري تنشيطي، دوري منطقة جرمة، وهو الدوري من تنظيم نادي التسامح، وشاركوا فيه قرابة 90 لاعب.
يتكون الدوري من مجموعة واحدة طبعا تتبارز جميع الأفرقة مع بعضها طبعا ويطلع الأربع الأفرقة الأوائل طبعا يلعب الفريق اللي متحصل على الترتيب الأول مع الترتيب الثالث مع الترتيب الثالث والمتحصل على الترتيب الثاني مع اللي هو الترتيب الرابع وتقام مباراة ختامية. صراحة تنشيطية بين فريق الأنوار وفريق التسامح ألف طبعا مستوى جيد جدا تحدي طبعا احنا في بداية المباراة كانت اعتباره في الشوط الأول نتيجة المباراة أصفار يعني ما يدل على أن قوة الدوري ونشاط هذه المنطقة يتركز على النشاط الداخلي في كل مناسبة ومهاد المناسبة الكريمة. أكيد هذا دوري مدينة جرمة منطقة جرمة منطقة من المناطق الأثرية والسياحية في الجنوب الغربي من ليبيا دائما مدن الجنوب في الفترة الأخيرة ورمضان هو بالذات عندهم نشاطات كبيرة يا مهند أكيد دوري مدينة جرمة دوري كبير عنده 90 لاعب مشارك ينتهي في 25 من رمضان يعني دوري نقدر نقوله إنه من الدوريات المميزة في الجنوب زي دوري مرزق ودوري مدينة أوباري وأكثر دوري حتى وشدني في الجنوب دوري غات دوري غات حتى في فريق أسيك ميموزا الفريق اللي شارك فيه فريق الجاليات الإفريقية فحلو التنوع في الدوريات الرمضانية وأنا بصراحة يعني حتى مناطق زي جرمة زي سوسة زي غيرها مناطق صغيرة هذين اللي ممكن ما فيهش عدد سكان كبير لما ينظموا دوري في 90 لاعب وفي 100 لاعب وغيره فتكون الفكرة حلوة بصراحة ودائما يا مهند نشوف مدن الجنوب في الفترة الأخيرة النشاطات يعني حتى قبل رمضان في اكتظاظ بالنشاطات الرياضية وأكيد دائما حنكون متابعين معكم في سهرية سبورت وفي حتى نشراتنا الرياضية اليومية بطولات تنشيطية رمضانية وتوا نكملوا فقرات برنامجنا وحنمشوا أكيد للفقرة الثانية اللي هي أخبار الرياضة أول أخبارنا اليوم حتكون بطولة تنشيطية لمقامة في مدينة بنغازي وتنظيم نادي المروج مهند نادي المروج درجة الأولى حاليا نعرف أن النشاط متوقف من نادي المروج والدوري الدرجة الأولى والدوري الممتاز لكن نادي المروج قاعد في نفس الوقت يدير في بطولات تنشيطية احتمالية عودة الدوري في نفس الوقت الموسم الجاي نقدر زي ما ذكرت أنت إسماعيل طبعا هي بطولة بنغازي التنشيطية بتنظيم نادي السواحل انطلقت بمشاركة قريب 6 أندية أمس كانت مباراة المروج والهلال وانتهت في ملعب بنين بنتيجة التعادل السلبي شيء طبعا البطولة حتستمر لعند نهاية شهر رمضان الحالي بمشاركة أندية الهلال نجوم السلماني الطيران والسد ونادي المروج اللي هو ينشط في دوري الدرجة الأولى بطولة تنشيطية وانا عجبني في فريق الهلال اسماعيل حاب انوه عليه انه هو حتى بعد وقف نشاط الدوري الممتاز الفريق الوحيد تقريبا الاسبوعيا عنده مباراه وديه بالضبط هي البطوله اليوم فتحت افتتاح البطوله امبارح كانت في مباراه امبارح واليوم كان في مباراه الهلال ومستمر لا في بنغازي الجديد لحد امس مستمره ما نعرف لان هي شهر رمضان وطبعا هي الفكره من نادي السواحل لإعادة إحياء النشاط يعني وبتنظيم الاتحاد الفرعي بنغازي اللي تبنى الفكرة ونفذها في ملعب بنينة جيد جدا أن البطولات تستمر لحد الآن حتى بطولات ودية وفي نفس الوقت دائما نادي المروج يستعد بقوة للعودة للدوري الممتاز مهما كان أن فيه توقف حاليا صح. في الدوري الممتاز ودوري درجة الأولى في نفس الوقت نادي المروج نعرفوه من الأندية العريقة جدا في ليبيا مان يقدروا يتابعوا متابعينا إسماعيل من خلال سهرية سبورت في الحلقة الجاية أو نشرات الأخبار الرياضية اللي تجيكم على 218 نيوز آخر أخبار دوري بنغازي التنشيطي اللي يقام في ملعب بنين الآن إلى خبر آخر إسماعيل وهو زكريا الهريش اللاعب الليبي تحصل على جائزة لاعب الشهر في الدوري المونتينيغري مع فريق سوتيسكا زكريا الهريش مع سوتيسكا حاليا ترتيب الثاني قريب من خلال 4 جولات قادمة في الدوري المونتينيغري من تحقيق لقب الدوري مع فريق الحالي زكريا يعني فكرة برانكو لنقله للدوري المونتينيغري خلته نجم كبير وخلته محط أنظار الصحافة غادي والدليل أنه هو لاعب الشهر ولاعب الأسبوع في الفترات الماضية كان فعلا مهند اللاعب قاعد يقدم في أداء مميز جدا شهر أبريل كان مميز جدا للاعب زكريا الهريش لاعب صغير في السن لكن قاعد يقدم في أداء مميز وكأنه لاعب محترف ليه
فترات طويلة مع نادي المونتينيغري. في نفس الوقت 72% نسبة اختيار زكريا الهريش أفضل لاعب في شهر أبريل لفريق تشيسكا المونتينيغري، فرق كبير جدا بينه وبين لاعب ماركوفيتش اللي هو لاعب زميلة في فريقه. زكريا الهريش نعرفه في آخر 5 مباريات مسجل 3 أهداف وصنع هدفين، يعني زكريا قاعد نقدر نقوله إنه حتى تجربة احتمال السنة الجاية ما نشوفوش في الدوري المونتينيغري، ممكن تكون عنده نقلة تانية باعتبار إنه بطاقته قاعدة مع نادي الأهلي طرابلس، لكن نتوقع إن زكريا الهريش يكمل ويدير إضافة جديدة في اللاعبين المحترفين اللي هو السنة هي قاعدين يقدموا في أداء محترف جدا ومميز جدا. تو خبرنا العالمي حيكون على المنتخب البرازيلي اللي المدرب تيتي اختار تشكيلة المنتخب اللي هي حتغادر حتلعب بطولة كوبا أمريكا المقبلة اللي تستضيفها البرازيل في الفترة من 14 إلى 7 يوليو المقبل. مهند، غيابات غريبة جدا لكن نيمار حاضر. غيابات غريبة، ويليان، لوكاس مورا، ديفيد لويز، معنا ديفيد لويز مستوى مذبذب شوية، ممكن لوكاس مورا هو اللي غياب الأبرز، لوكاس مورا غيابة حساس وفي ناس تقول ليش استدعى نيمار اللي هو كمل إصابات ومستوى متراجع، لكن نيمار في الأخير بكل ونجم الفريق ممكن أدرزنا فيها حتى تحت الهواء. أنت تحكي لعيب قيمته 500 مليون موجود في الملعب جوه، لكن ممكن فلسفة المدرب هي طبعا الفرصة الأخيرة لتيتي كمدرب المنتخب البرازيلي. لو ما قدرش إنه هو في البرازيل يتوج بلقب كوبا أمريكا، ما أعتقدش إدارة الاتحاد البرازيلي أو الجمهور حيصبروا عليه يعني بعد التخبطات الأخيرة. يعني مهند، الاسم اللي شبحته من الأسماء اللي كنت مش متوقعها تتواجد في كوبا أمريكا المقبلة، أمانة لوكاس باكيتا لاعب الميلان باعتبار أنه هو لاعب شاب ومر بمرحلة انتقالية، يعني جاء في شهر 1 من فلامينغو البرازيلي للميلان، ما زال ما ثبتش وجوده بشكل كبير مع الميلان، لكن ما تعرفش في الفلسفة اللي في راس تيتي، يعني ممكن المركز لوكاس باكيتا فيه هو وفي فيليب كوتينيو بالضبط. فممكن الرهان يكون على اللاعب اللي يبرز اكثر في كوبا امريكا. بس يعني في من اللاعبين الغائبين ايضا لاعب ثاني متواجد في نهائي دوري ابطال اوروبا غير اللاعب لوكاس مورا، اللاعب فابينو لاعب ليفربول الانجليزي اللي يعني لاعب وسط وفي نفس الوقت يلعب كلاعب هو مدافع، لكن هو في عنده الحياة تعتمد على فرناندينو اكثر شيء، فرناندينو اكثر لانه جاهز ولان فرناندينو يلعب فيها سهله. وفي ايضا جو ألن لاعب نابولي، فعنده تقريبا استدعاه يعني انه قاعد هو وفرناندينو في خط الوسط، وريتشارلسون حتى هو يعني استدعاء مميز شفناه ايفرتون في مباراه مانشستر يونايتد. توقع كمان البرازيل في كوبا امريكا؟ بصراحه فرصه كبيره، لكن ممكن كآبة الارجنتين تنتصر على البرازيل. بصراحه الارجنتين انهم يتوجوا داخل البرازيل صعبه شويه. مهند، خلينا نقرا تعليقات جمهورنا اللي قاعد يتكلم على سؤال اليوم اللي هو ما افضل دوري عربي. امال خليف قالت الدوري السعودي، في الدوري السعودي ايضا من منتصر الجمالي، الإنجليزي طبعا مش دوري عربي، محمد سويح قال الإنجليزي، السعودي أغلب الدوريات كلهم يقول السعودي، زياد خليفة أيضا قال الدوري السعودي، في من قال الجزائري، معاد فاتي قال الجزائري، الجزائري صعب شوية إنه إحنا نسموه بالدوريات في العربية الأخرى. في واحد تاني إياد مقايل الدوري الليبي، إن شاء الله الدوري الليبي يتطور ويكون من أبرز الدورات الدوريات العربية صراحة، دوري يعجب المواهب. لكن في الدوري التونسي من فتحي الوشي قال الدوري التونسي ترجي بطل أفريقيا والنجم بطل العرب، فعلا تكلمنا على النقطة هي، والدوري التونسي واحد من أقوى الدوريات أيضا العربية. نصور اسماعيل إن أغلب التعليقات مع الدوري السعودي. في المصري هادي دهيب قال الدوري المصري، وفي أيضا محمد بالحاج قال الدوري المصري والدوري السعودي، تعليقاتكم كلها قريبة من بعض، لكن في نفس الوقت فعلا الدوريات محصورة، دوريات عربية، دوري السعودي أيضا من ميس النايلي، محمد الخمسي قال الدوري المصري، شن عندك مهند تاني؟ أغلب النفس ما ذكرت أنت اسماعيل، لميس غيط قالت ونحن في حرب مش فضيل الرياضة، طبعا أغلب الناس اللي ممكن أكيد لازم نفهمهم في المساحة هذه اسماعيل، لأن نحن نعرف أن ليبيا تمر حاليا بمرحلة صعبة، لكن نحن وظيفتنا وعملنا كصحفيين هذا أن نحن من خلال المساحة التلفزيونية دي نغيروا لكم جو كم، ونحن بكل تأكيد متألمين من الظروف اللي تمر بها ليبيا، نحن في الأخير بكل جزء من المعاناة اللي هم يعانوا فيها الناس، يعني نحن يعني عايشين مرارتها بكل تأكيد، لكن نحن وظيفتنا كصحفيين نقدموا لكم مادتنا الإعلامية من خلال الحلقة دي. شو رأيك سمع نمشوا لفقرة أخرى؟ يا فقرة عندك علم، أكيد عندك علم.
أخرتنا عندك علم لهذا اليوم كانت على المنتخب البرازيلي أيضا، تكلمنا عليه في أخبار رياضة في آخر خبر، وعندك علم أن المنتخب البرازيلي هو المنتخب الوحيد اللي توج بكأس العالم في 2002 وما خسرش أي مباراة ولا تعادل أي مباراة، كل مبارياته كانت بالانتصار في 7 مباريات بدءا من المباراة الافتتاحية للمنتخب البرازيلي والختامية اللي كانت أمام المنتخب الألماني المنتخب المانشا. المنتخب البرازيلي في 2002 يختلف عن منتخب البرازيلي 2018 في المونديال الأخير وأيضا في لما تحكي عن منتخب البرازيل 2002 تحكي عليه سكولاري في دكه الاحتياط كمدرب، تحكي عليه كافو، تحكي عليه رونالدو، تحكي عليه روبرتو كارلوس، رونالدو اللي كان هداف كاس العالم ب8 اهداف واللي الناس كلها بعد تجربته مع الانتر في نهايته اللي تعرض لانتكاسه كلها كانت تشكك ان رونالدو ممكن يرد ويستعيد مستواه من جديد، لكن بعد كاس العالم من التصفيه ثم طبعا خشوا كاس العالم من الملحق والمانيا لعبت معهم في الطرف النهائي حتى يخشوا من الملحق الاوروبي، فكاس العالم 2002 كان كاس وداع الكبار في الادوار الاولى زي الارجنتين، فرنسا، الاوروغواي، البرتغال، هذوما كلهم طلعوا من الادوار الاولى وطلعوا، يعني مثلا النظره تطلع قدام كوريا الجنوبيه دي ما توقعهاش بكره، كانت مونديال المفاجات قلت كوريا الجنوبيه، كان في المنتخب التركي اللي كان مع المنتخب البرازيلي في المجموعه وصل للمربع الذهبي في مفاجاه كبيره هو والمنتخب الكوري الجنوبي، لكن تتذكر طريق المنتخب البرازيلي مهند في كاس العالم؟ الطريق كانت صعبه، كانت صعبه من البدايه، يعني انت ممكن ادرى مني في النقطه هذه، انا ناسي يعني حتى انا انسى قاعد، طريق المنتخب البرازيلي كان شائك جدا في البدايه وكانوا كل الناس كانت مشكين فيه، يعني انه هو يتوج باللقب لانه كان طالع من نكسه ال 98 والخساره قدام فرنسا، فكل الترشيحات ومكاتب المراهنات كانت بجانب المنتخب الفرنسي اللي فجأة مخسر مع السنغال وطلع من الدور الاول، يعني فرق كان المنتخب البرازيلي فعلا برونالدو اللي كان هداف المسابقه ب8 اهداف، وكان ايضا اللاعب ميروسلاف كلوزا اللاعب الالماني كان ملاحق ليه، لكن رونالدو في المباراه الاخيره حطم اسطوره اوليفر كان في المباراه النهائيه قدام المنتخب الالماني. حاليا نكملوا فقراتنا ونمشوا لفقره مميزه وديما نتكلموا عليها اللي هي فقره قصه نجاح. قصة نجاحنا اليوم مع كانافارو المدافع الإيطالي الصلب اللي بدأ حياته مع فريق نابولي ودرج بعدين وانطلق مع بارما اللي كانت أحسن سنواته مع فريق بارما، خذا كاسين إيطاليا، خذا كاس الاتحاد الأوروبي سنة 1999، بعدين إسماعيل كانت المحطة الأبرز في حياة كانافارو كأس العالم 2006، نحن نعرف أن المنتخب الإيطالي من 7 مباريات استقبل هدفين بس، واحد منهم عكسي كان من زكاردو وتقريبا ما كانش مشارك فيها كانافارو لأن هي تحصيل حاصل ضد أمريكا. فعلا مهند كأس العالم 2006 اللي كان أفضل سنة لفابيو كانافارو المدافع صاحب ال 45 سنة المدرب الحالي في الدوري الصيني، كانافارو واحد من المدافعين اللي عنده اسم كبير من المدافعين الطليان، أمس كنا تكلمنا على باولو مالديني الأسطورة ميلان وأسطورة إيطاليا في الدفاع، لكن كانافارو تفرق لأن مدافع نال جائزة أفضل لاعب في العالم والكرة الذهبية في سنة 2006، هل كانت تكريمية للمنتخب الإيطالي أكثر ولا كانافارو فعلا يستاهل يا مهند؟ كانافارو كان يستاهل لأنه قاد المنظومة الدفاعية في المرحلة ذيك وكان الليدر بتاع الفريق، ولما تحكي على منتخب استقبل هدفين، واحدة من مباراة تحصيل حاصل واحدة من ركلة جزاء انت زيدان، معنى المنتخب الإيطالي كان في مجهود، وتحسب للمنتخب الإيطالي ولكانافارو تحديدا في كأس العالم انه هو مشال كأس العالم وكانت في فضيحة في اليوفي بالضبط، فالوضع النفسي للاعبين كان سيء جدا خاصة اللاعبين اليوفي، فهم تغلبوا عليه مع مارشيلو ليبي وصلوا للنهائي، لكن المؤسف في حياة كانافارو انه هو بعد تتويجه بالكرة الذهبية ما عادش برز بشكل كبير، يعني موسمين ريال مدريد يعني ما كانش كانافارو، يعني ما كانش كانافارو نحن نستنوا فيه بالضبط. والمؤسف اكثر انه بعد سنتين مع الريال انتقل لليوفي بعقد انتقال حر، ما برزش مع اليوفي وكانت النهايه سيئه جدا، في نقطه ان كانافارو توقع ل 2007 يتالق مع ريال مدريد باعتبار ان المدرب فابيو كابيلو كان معاه في 2007، لكن في نفس الوقت ريال مدريد كان مستواهم متذبذب في سنتين هذوكم، معنا نال الدوري في 2007 لكن في دوري الابطال ما كانش، كانت نهاية جيل، هي كانت نهاية جيل، لأن أنت عارف بعدين في 2010 بيريز دار ثورة كبيرة في ريال مدريد لما جاب رونالدو وكاكا وبنزيما، حاول يشبب الفريق وجدد نجوم جدد، لكن كانافارو ممكن أكثر حاجة تعباته في مسيرته الكروية من خلال تقريبا 700 مباراة هو لعبها، وممكن 700 مباراة فينا قريب 20 جول كمدافع، الإصابات أثرت فيه بشكل كبير، لو تشوف محطاته كلها هو تعرض لإصابات أبعد لنا قريب 6 شهور سنة على الملاعب، فهذه كانت علامة فارقة لما تقدم في العمر فرقت معاه، يعني أثرت فيه واضحة. أنا صراحة ما كنتش راضي عليه في الإنتر باعتبار الإنتر كان يجيبه في صفقات، لكن قول علي قول علي ريجينا كده أكيد طبعا من الأهداف من المميزة من جدا اللي كان، وخلي مهند نكمله بتعليقات جمهورنا ومتابعينا. أكيد خلينا نخشوا على اللايف نقرأ التعليقات من اللايف أحسن لأن الناس متفاعلين معنا في اللايف.
عندك عمران بن ساسي قال الدوري التونسي. عبد السلام ما فيش دوري كله. لا 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 لا. اسماعيل لانتو ما فيش دوري، ما فيش تعليقات بشكل كبير. اسماعيل بالنسبه للامكانيات والدوريات الملاعب الخليجيه هي الافضل وعلى راسم الدوري السعودي، ولكن من الناحيه الفنيه الدوري التونسي هو الافضل، وهذا تصنيف الاتحاد الافريقي من حيث افضل الدوريات الافريقيه. كون الدوري التونسي الافضل عربيا فما بالك افضل افريقيا فما بالك عربيا. بصراحه هو الدوري التونسي ممكن كبطوله افريقيه يمتلك الموهبه، اللاعبين يمتلكوا الموهبه والانديه تمتلك التنافس الكبير، لكن البنيه التحتيه اللي نعاني منها في شمال افريقيا مأثرة فيه ممكن في الملاعب، حتى التسويق مش واحد، لكن الدوري السعودي متكامل كملاعب كتسويق كنجوم كموارد ماليه وجوائز للاعبين. فاعتقد ان الدوري السعودي في السنوات الاخيره اسماعيل انا نشوف فيه هو المنافسه الباين بين السعودي والتونسي اكثر حاجه في التعليقات. مزبوط صح، السعودي والتونسي اكثر منافسه بينهم. يعني خلي يا مهند خلاص نخلص محطتنا لهذا اليوم، واكيد حنكمل بدري غدوه حنكملوا شن عندنا، حتكون تفاصيل ثانيه وذكرنا شن كان عندنا اليوم. طبعا زي ما شفتوا مشاهدينا اليوم تابعنا دوري نادي الوحده العربيه في بنغازي، وايضا دوري منطقه جرمه وقصه نجاح كان معنا فابيو كانافارو. تمام يا مهند، اكيد انهينا حلقتنا اليوم، واكيد حنرجعوا نذكروا مشاهدينا الكرام ان اليوم غطينا بطولات رمضان اللي هو كل اسبوع وكل يوم حنكونوا معاها. فمهند وصلنا لنهايه الحلقه، اسبوع على الف خير.